عليكم البنات، صباح الخير. كي صبحتوا؟ لاباس؟ هانيين؟ كل شيء مزيان؟ كدايرة مع الحال والأحوال؟ المهم اليوم شي شوية ديال الشقة. اليوم ما كايناش الخدمة، ما خداماش اليوم إن شاء الله، ولكن الشقة في الدار ولابد غادي يكون. إلا ما شقيناش على برا غنشقاو في الداخل. المهم البنات، المهم كيف ما كتشوف معايا، بغيت نبارطاجي معكم واحد لاغوسات فيت في وهداك شي. مي قلت لا، نغسل بعدا الغاز ونغسل، ندير شويه تاع نطوي شي حاجه بعدا. ورا كانت هاد الغاز شويه مسخه، هاد سميتها هاد الكوتي اللي كي ملي كنكونوا كنطيبو كيبقى يطير تشاش على هاد الكوتي وعلى هادي. هاد لاوت حتى هي، هاد لاوت حتى هي راكم عارفينها البنات كتكون مدسمه شي شويه. ها هي مسحتها وحيدت ليها حتى داك الوسطانيين دياولها، ها هما هي تا هما درت لهم البخودوي خليتهم تي كي فيهم واحد شويه. من بعد غادي نبدا او الجناب ديالك، كتعرفوا الجناب كيطير هذاك الزيت كيتسم، سي نورمال. المهم البنات فوالا، هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله. من بعد باش نبارطاجيو بعدا، اولا فضلت انا اللي ندير هاد نغسل هاد الغاز وهاد الشيء. المهم هادي ها مايا داك الشباكي ديال لاوت اللي دير اللي كتستنشق هذاك لافابور وهداك الشيء، حتى هي كتكون مدسمه. وانا فيما كنشوفها في الحقيقه ما كيدوزليش خاطري، الا ما غسلتش الحاجه وما كانتش نقيه وما هذه خاطري ما كيدوش ليها. دونك فوالا، قلت نغسلهم ونخليهم يديروا يديروا شي شويه، ومن بعد نرجع معاكم ونشوفوا عاد نشوفوا الوصفه ان شاء الله. نبارطاجي معكم واحد وندير لا ماشين تاع مارتا هي، نعمرها وندخلها لسميتو تغسل. بقات لي غير دابا صافي عمرتها تقريبا هذاك الشيء. هذه كتجينا هاد لي فورشيت هذاك الشيء، انا عندي هذا الشكل ديالها، يعني الفوق تندير لي فورشيت لي كويير ويتو هذا، والتحت كندير هادو الثاني اللي بول والكيسان ولا شي حاجه عندك ما عامراش كتزيدي تعمريها. كديري هاد لي زاسيات بحال هكايا وهداك الشيء، وعاد ندير لها البخودوي ومن بعد غادي ندخلها تغسل. المهم نرجعو مع بعضياتنا من بعد ما نكمل هاد، باش تعرفوني شنو كندير وفين وصلت. وهادي غير فقت فيها الصباح، افطرت اول حاجه قلت غادي نبارطاجي معكم هاد الغوسات وهداك الشيء، وقلت لا نبدا بهاد الغسيل هو الاول، عاد من بعد ان شاء الله باش نكون كندير واحد الحاجه وكنديرها زعما مرتاحه. انا ما كتعجبنيش نشقى وكيكون الوسخ في شي جهه ولا شي حاجه، ما كندوز خاطري ما كيدوزهاش. المهم تلاقاو من بعد البنات. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ مزيان. المهم من بعد ما درنا شويه تاع الميناج في الدار في هاد الكوزينه ونطوينا شي شويه الكوزينه ولا اوت وهذيك الدسم اللي في الجنب ديال الكوزينه كنعرفوه راسي نورمال وخصنا اوبليجي نطويه دو طون زون طون. المهم على كل حال انا رجعت معكم باش نوريكم ان شاء الله نبارطاجيو هاد لي بيلو هذا. فوالا ربما فوالا هاد لي بيلو هذا هما غير الفخاد، غير الفخيضات ديال الدجاج. غادي نوريكم الطريقه ديالتي انا اللي كنستعملها دائما دائما. المهم اولا البنات باش غنبداو، غنبداو بالعطر بلي زيبيس ديالنا. هاد لي زيبيس ديالنا فوالا، عندنا السكنجبير، عندنا الملح، عندنا شويه الكمون، عندنا البابريكا التحميره، وعندنا الكركم الخرقوم، وعندنا شي شويه ديال الهريسه. وهي راه انا عندي هاد الهريسه راها ما حراش، يعني حلوه 100% يعني حلوه ما حراش. عندي فوالا عندي واحد هذه تشوفوا معايا شي شويه تاع السيترون، وعندنا شويه الماء، وعندنا الموطارد اوبليجي، عندنا الموطارد اوبليجي حتى هو، وعندي معاه واحد المعلقه ديال الدقيق وزيت الزيتون. وان شاء الله غدا نديروا الثومه بودره والاعشاب العطريه اللي هي لي زير دو بروفونس، يعني الاعشاب فيه مخلطه فيها الاعشاب. المهم نبداو على بركه الله، بسم الله بسم الله. دابا نبداو غادي نديروا العطريه ديالتنا اللي هي كامله
عشوائيه. انا البنات هكا ها فوالا، يعني ماشي حنايا عندنا الغرض. انا غير بغيت ندير لكم هكا التفصيل باش فوالا، باش نكون باش نتقدم معاكم شي شويه. المهم عندنا هاد المعيلقه هذه ديال الموطار، معيلقه معيلقه ونص على حسب. شنو غادا نزيد؟ غادا نزيد الثومه اللي هي بودره فوالا، الثومه بودره. البنات راه كنعرفوا الدجاج راه كيبغي الثومه، اما تحكوا راس تاع الثومه ولا زوج، ولا ديروها بحال هكا يا بودره، يعني لكم الاختيار. هذا البزار فوالا، البزار البنات شويه البزار. حيت على حسب القياس اللي عندكم، عندكم شحال تاع الكويس، ماشي وي الكويس، ماشي الكويس هذا ورا الفخاد، شحال عندكم من الفخيضات ديال الدجاج رصقينتي فوالا، شحال عندكم تاع الفخاد تاع الدجاج اولا. المهم انا ناخذ هاد لي زيغ تاع بروفونس اوسي، تا همايا تيجيو زوينين، تيجيو تجيو مسمن بهاد فوالا هادشي. من بعد صافي هاد بحال هاد لي زيبيس انا عندي سي بون. غادا ندير هاد شويه البنات، عندي هاد الحويمطه تقولوا في فرنسا والحامض تبارك الله موجود في المغازات وداكشي، ولكن هاد الحويمطه عندي راه ديال الدار ديالي، عندي ديال عندي حامضه في الدار ودارت ليا الحامض هاد العام ودارته صغير فوالا، وهو بيو يعني بالعكس عيط مزيان فوالا. من بعد شنو غادا نديرو؟ غادا نديرو غادا نزيدو واحد هاد الكاس، راه ماشي غنديرو كله، غادا ندير تقريبا عاشي حاجه غير باش نخلط هاد، غير باش نخلط هادشي وصافي. نورمالمون هاد الماريناد هادي البنات ديروها واحد المده بكري شي حاجه، ديروها تقدروا ديروها ديروها على تيساع، يعني الا كنتو غادا طيبوها العشيه ديروها في الصباح، كنتو غادا طيبوها في الصباح ديروها ولا عندكم سميتو كنتو مزربانين عليها، راه بهذه الطريقه هذه انا غادا نديرها ديريكت بحال هكا، وغنخليها غير واحد الخمسة دقائق لما واصلاش، وغادي ندخلها الفور، يعني ما غاداش نتسنى عليها، ولكن الا بغيتو تسناو عليها راه من الافضل من الاحسن ديروها وتخليوها على تساع وداكشي، وتخليو داكشي الماريناد راقده في هاد الشيء تاع لي زيبيس مع هذا، كاين تينفع الدجاج مع هاد الماريناد مزيان وداكشي فوالا. كتجي بهاد الطريقه هذه، كنلبسو كلشي كاع هاد الفخيضات عندنا كنلبسوهم بهاد العطريه باش ما نزقلو حتى حاجه، كلشي يجي ملبس فوالا. هادي هي الطريقه هادي تمشي بحال هكايا هادي. وصدقوني البنات عرفتي هاد هاد لاغوسات، هاد الغوسات هادي ديال هاد هادشي راه كل واحد وكيديرها بالطريقه ديالته اللي بغا. انا راني كنشوف اليوتيوب وكنشوف البنات وداكشي، يعني ما شفتها حتى عند شي وحده ولا خديتها من عند شي وحده، راه كل وحده وكديرها بالطريقه اللي بغات هي. انا كنديرها بهاد الطريقه ديالتي، انا معتمده عليها، وكيجيو العائله بحال هكا، وكنديرها الاكثريه الاغلبيه كنديرها في رمضان على هكايا، تترافقيها في رمضان مع داكشي، حيت كل واحد كاين اللي كيبغي يشرب الشوربه، كاين اللي ما كيعجبوش الشوربه كي يدخل في المرقه ولا في الدجاج ديريكت. هاد الدجاج تيجي خفيف وطيب غير في الفوغ ومحمر، تيجي ولذيذ بهاد العطريه، يعني تيجي من داكشي بصراحه بدون نفاق. فوالا دابا انا راني سي بون هاد العطريه هادي فوالا. دابا شنو غادا نزيدو البنات؟ غادا نزيدو زيت الزيتون،
على زيت الزيتون بحال هكا، ندير يعني واحد القياس ديال جوج المعالق اولا ثلاثة، شوفوا على حسب. فوالا نزيد ثلاثة المعالق تاع زيت الزيتون عامرين مزيان. ها انت يا خديجة، ها راني حيدت البوشون باش ما تقوليش راه طارت ليا البوشونة، على ضحكاتك البوشونة هذيك المرة. ها انت زدت شوية، المهم عينكم ميزانكم البنات كتديروا القياس اللي هو انتما يا تعوضا عليه في الكوزينة ديالكم. كاين اللي كيبغي الملح، كاين اللي كيبغي كل واحد وشنو كيبغي. بحال دابا هاد لي زيبيس راه ماشي بالضرورة ديروها كاملة البنات، يعني ماشي اوبليجي انكم ديروا هاد العطرية، راه كاين اللي ما كياكلهاش، يعني تقدري تحيديها ديري غير البزار والملح المهم ديري العطريه اللي كتاكل اللي انتيا كتاكل. راه كاين اللي كياكل مسكين ما كيديرش، كاين اللي ما عنده محروم ما يديرش، كاين شي لي زيبيس راه ما يقدرش ياكلها ولا كلاها راه غادي فوالا كانت ما تساعدوش على الصحه ديالته ما يديرهاش، يعني يدير حويجات اخرين، يعني عوض حاجات بحوايج اخرين، يعني راه تقدري ممكن. المهم هادشي هذا ما كاين، هذه هي المغينات ديالنا. دابا مني الماغيني درت هذه غادي نزيد واحد المعلقه ديال الدقيق اولا معلقه ونص تاع الدقيق اوبليجي. هانتوما تقولوا لي علاش والى علاش وهداك الشيء، لان هذا الدقيق هو اللي غادي يعطيها يعطيه غادي يحمروا لينا، غادي يخليه مقرمش ماشي مقرمش وانما غادي يعطيه واحد فوالا. هانتوما البنات هذه هي الطريقه ديالتي انا، يعني راني ما شفتها عند حتى حد وما خديتها من حد، يعني كل واحد وطريقته كيفاش يستعمل. انا هذا الشيء راه كنديرو، اما ندير هاد الغوسيط هذه نديرها في رمضان، نديرها في الصيف عاود مع لي بغوشات ملي كيكون عندك شي عراضه هذيك الشيء كديري لي بغوشات تاع لاداند ومع هاد مع هاد لي بيلون مع هاد داك تيجيو حتى هما زوينين. اولا بحال هكايا الدراري تيبغيو المرقاد تشوي لهم المرقاد وانتيا ديري هذا الدقيق، يعني كتجي اكله زوينه مع شويه تاع الشرموله تكتوكه مع سميتو مع شويه زعلوك، يعني كتجي روعه زعما صراحه. فوالا البنات هذه هي الطريقه، لا زي ما تزيدوا عليها ما تنقصوا عليها، والاعشاب ولي زيبيس على حسب الرغبه ديالكم اللي عندكم ديروه. فوالا الا عندكم غير البزار والملح والكمون هذاك الشيء راه واللي زاق تاع بروفونس راه هذاك كافي حتى هوايا. صافي هذا ما كان البنات، صافي نرجع معكم من بعد ونوريكم الريزلطا، نخليها انا واحد الخمسة دقائق ونرجع معكم البنات من بعد. صافي المهم البنات دابا يا من خليتها هاد المده هاد الوقيته هادي من قبيله حتى لدابا سا سوفي بالنسبه ليا انا، حيت مجروبه عليها يعني ما نخليهاش واحد المده اللي هي طويله. دابا الفوغ عندي راه هو يا سي بون حتى هو يا هو يا سخن اي فوالا. دابا غادي نديروها ان شاء الله في الفوغ، فوالا ندخلوها بهذه الطريقه بحال هكا في الفوغ ونخليوها، ومن بعد نرجع معاكم باش نوريكم كيفاش نجبدها من الفوق ونقلب الفخيدات بحال كيتقلاو، نقلب فيهم ومن بعد غادي ندير لهم البابي الومنيوم ونخليهم يطيبوا. هاتوا تعالوا البنات. اهلا وسهلا البنات، المهم هانتوما تشوفوا معايا هاد سميتو، انا خرجتها دابا نحيد لها الالومنيوم، كيجيونا بهذا المنظر هذا، انتما كتشوفوا كيفاش كيجيو محمرين يعني وكيجيو طايبين الى اخره. شوف لاصوص ديالهم ما فيهمش الماء، غير هذيك الكاس ما واصلش حتى كاس القاع ديال الكاس اللي درت تاع ديال هذا، تيجيو بهذه الطريقه هادو محمرين مصوبين. يلا سلامه. دابا انا غادي ندخلهم الفوق، غادي يتحمروا لنا واحد من الفوق ولا بلاش كنظن والله، يرجعوا يطيبوا لي عش شويه من الفوق يتحمروا ونرجع معاكم. وهاد الخضره هذه اللي طيبت فوالا كتجي بحال هكايا، خضره يعني خضره فيها كاع الخضره داكشي
طيبه بحال هكا يا بلا صوص فوالا رجع معكم من بعد. اهلا وسهلا البنات. المهم هنايا وجدت معكم الطريقه النهائيه ديال هاد الفخيدات هادو اولا فوالا الكويس ديال ماشي الكويس الفخيدات يعني لي بيلو تاع الدجاج، ورافقتهم بهاد السباكيتي من التحت ودرت ليهم هاد الشكل ديال شحال نقول لكم الخضره كامله، البصله شحرتها مع الفلفله حمراء خضراء، زدت معاها شويه الخيط زوج شويه معاها ديال كورجيت. مهم كديري معاها لا ما لا والو، كتخليها تقلى وطيب غير هكاك. رافقتهم بهاد لاصوص هذا اللي هي هذيك الفلفله اللي عندي مرقده في زيت زيتون، وهاد لي صوص هادي نورمال كل واحد وشنو كيبغي الشكل اللي بغا. ولاصوص ديالنا البنات هي هادي، جات شفتوا كيفاش كتجي ما نضيعوهاش ولا شي حاجه، راه حتى هي عاد تكال، واللي يبغى يزيدها بحال هكايا على ولا على سميتو اللي ياخذ الطبسيل ديالو كيزيدها. وهاد الشيء كيجي شحال نقول لكم لذيذ وروعه، الدجاج كيجي خطير في المذاق والى اخره. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، هادي راه ديالتي انا خصوصيا يعني ما ديال حتى شي واحد ولا شفتها عند شي حد. كنظن هاد البريزونطاسيون حتى هي واخا ما عنديش مع البريزونطاسيون، انا بريزونت جي بريزونتي درت هاد البريزونطاسيون ديالتي ديال الناس دراوش. جيسبيغ تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها، وما تنساوش انكم ديروا لي ديروا لايك ودعموني باش نزيد فوالا باش نزيد القدام ونزيدو اونصومبل ان شاء الله. من هذا المنبر هذا كنقول لكم شكرا على تنشكر على لي 50 ابوني ديجا، على البنات اللي هما داروا لي لي ايزون ابوني افيك دون سور ما شين لي 50، كنشكرهم جزيل الشكر وكنقول لهم ميرسي ميرسي بوكو، وكنتمنى لهم التوفيق والسعاده وكنتمنى لهم كل حاجه مزيانه في هاد 2020 ان شاء الله. تدخل عليهم بالصحه والرزق وطول العمر ان شاء الله، وبالتوفيق ليهم ولوليداتهم، والله ينجح وليداتهم والله يعطيهم ويوفقهم ويعطيهم اللي نواف خاطرهم، وكنتمنى لهم السعاده هما ولا فامي ديالهم كاملين، واللي مريض الله يشافيه، واللي اي الانسان كل شيء شحال نقول لكم. كنتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله 2020، تدخل لكم الصحه والرزق والتوفيق ان شاء الله يا رب، والمزيد من الازدهار. شكرا اخواتي وبسلامة عليكم وتبقوا على خير. السلام عليكم.